دراوي حذري من تسلل، دراوي يزيد يتقدم. رابط حسين، رابط بطروني خف، بطروني من هناك الهدف، الهدف بتاع بطروني. الله لا 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 لا، الهدف بتاع بطروني ضاع مرة أخرى ركنية. شوفوا شوفوا الإعادة، ألا يستحق هذا أن يكون هدف؟ ألا يستحق رغم التعدي كما راكم تشاهدوا فيه هنا؟ ركنية على يسار الحارس الفرنسي في الدقيقة السادسة من المرحلة الثانية من الوقت الإضافي. وتدخل إيليان، هدف يا سلام، هدف إيليان، هدف، جول رائع ممتاز يا سلام، الجلد الرائع الجميل في الدقيقة السادسة من المرحلة الثانية من الوقت الإضافي، وحامت الكرة حول الحمى ويسجل أبناء الفريق الجزائري هدفهم الثالث بالإرادة بالحزم بالقوة. يأتي الانتصار رغم التحيز الفاضح اللي كنا شاهدناه من الحكم الإسباني بن قادة، يأتي بالهدف. نزيدوا نشوفوه، يا سلام لو يزيد يعاودوا الأخ الفني الرائع حتى أتمعن فيه كثيرا بن قادة، لأن فيه من يقول من قلت. المهم أن اللعب جماعي. بن قادة يسجل هدف في الدقيقة 111، 8 دقائق فقط تفصلنا عن نهاية هذه المقابلة، 8 دقائق فقط تفصلنا عن هذه المقابلة الرائعة اللي خذها الفريق الجزائري، يوالي سلسلة انتصاراته في هذه الدورة التاريخية من ألعاب البحر الأبيض المتوسط، في هذه الدورة حتى يحطم الرقم القياسي إن شاء الله لكل الدورات بالنسبة لكرة القدم. 50 بالإسكندرية، ابدا شاهدنا فريق في كرة قدم يتم انتصاراته كلها 6 مقابلات و6 انتصارات، ويعلن ميدالية ذهبية للفريق الجزائري. يا لها من فرحة، يا له من انتصار رائع باهر